حرصا من رئاسة ركن البحرية بالجيش الوطني الليبي في البقاء على أهبة الاستعداد وتفعيل كافة الوحدات والسرايا البحرية للجيش الوطني الليبي. في هذا الإطار قام رئيس ركن القوات البحرية بزيارة تفقدية للسرية البحرية المقاتلة السوسة رفقة عدد من الضباط بالقوات البحرية، حيث قام خلال هذه الزيارة بالاطلاع على سير العمل داخل مقر السوسة وعلى وضع التجهيزات، كما قام أيضا بجولة بحرية على متن أحد الزوارق داخل مياه منطقة العمليات التي تشرف عليها السرية البحرية المقاتلة. وفي ختام الزيارة قام بتفقد مدرسة الغوص البحري سوسة واطلاع على طرق التدريس وكيفية إعطاء المحاضرات سواء بالجانب النظري أو العملي. بعته الميدانية لسير العمل بمختلف الوحدات البحرية، قام سيد رئيس أركان القوات البحرية بزيارة إلى السرية البحرية المقاتلة سوسة وإلى مدرسة الغوص البحري وإلى قطاع جهاز حرس السواحل وأمن المواني الجبل الأخضر، حيث قمنا بزيارة إلى مقر الرادار الملاحي المثبت بالنقطة البحرية، وأيضا قمنا بزيارة إلى الفصل الدراسي بمدرسة الغوص البحري، هذه الوحدة من وحدات التدريب برئاسة أركان القوات البحرية، وأيضا قمنا بجولة داخل البحر على متن الزورق البحري سوسة، ولمسنا من خلال جولتنا هذه الحرص والإصرار على العمل وعلى أداء الواجب، مما يؤكد استعداد القوات البحرية على أداء واجبها الوطني في المحافظة على سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية وبحرها الاقتصادي. والجدير بالذكر أن السرية البحرية المقاتلة سوسة تقوم بدوريات بحرية لحماية المياه الإقليمية والاقتصادية لدولة ليبيا، حيث تشرف السرية البحرية في دورياتها من منطقة الحنية غربا إلى درنة شرقا، وتتعامل مع الأهداف المشبوهة والموجودة في منطقة العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أن السرية البحرية تقوم بمراقبة رادار المياه الإقليمية والقبض على السفن والجرافات المخالفة والمشبوهة ومكافحة التهريب بجميع أنواعه والقبض على السفن التي لا تستجيب لنداءات البحرية الموجودة داخل المياه الإقليمية.